السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي هنشوف الإيميل بقى فيه ذكاء اصطناعي. أولا كل الإيميلات فيها ذكاء اصطناعي، وده بيبان كتير جدا في فكرة السبام، إن في خوارزمية كتيرة جدا ورا إن هو يعرف إن الإيميل ده مش مهم أو مهم، يحطه في السبام أو ميحطوش في السبام. لكن حاليا كل الإيميلات هيبقى فيها الخاصية دي، لكن هي حاليا موجودة في جيميل بس، تمام؟ لكن خلال الأيام هتلاقيها ظهرت في باقي الحاجات. حاجة اسمها هيلب مي رايت ورك سبيس ليبل، يعني عبارة عن ايه؟ انا عايز اكتب جواب او اي حاجة، فباجي هنا واقول له للذكاء الصناعي ساعدني ان انا اكتب، فبيقول لي انت عايز تكتب ايه؟ هقول له مثلا سيرش فور جوب مثلا، وتقول له انت، فهو بقى يبدأ يجهز لك كأنك رحت لشات جي بي تي او اي تقنيه تانية جوجل بارد وبتاع، وقلت له ساعدني، فبيبدا يكتب لك الرساله بالشكل ده. بس كده لا، ممكن تقول لي ريفاين، يعني خليها لي فورمال، خليها لي عايزك تصغرها لي، عايزك تكبرها لي، عايز اي ام فيلينج لاكي، انا حاسس ان انا محظوظ، اعمل اللي انت عايزه، تمام؟ فبقى في كذا حاجه تقدر ان انت تكريت ايميل، ممكن تقول له انا عايزها بشكل علمي، بشكل كذا، فيبدا ان هو يظبطها لك بشكل افضل. ممكن تقول له I'm feeling lucky وتستنى بس ثواني كده يروح مظبطك بشكل آخر. فمش تكتب الإيميل بشكل مانوال، لا خلاص بقى في الذكاء الصناعي موجود أصلا جوه الجيميل. الذكاء الصناعي اللي هو ال NLP، أو إن هو يفهم إزاي يكتب إيميل، والحاجات دي كلها بقت موجودة، تمام؟ ممكن تقول له insert فبيبدأ يحط لك الإيميل بالشكل ده، تمام؟ وده هي الخصائص، تقدر تصغر، تقدر تخليه يشرح بالشكل دوت. فالامكانيات دي بقت موجوده في الايميلات وهتبدا تتطور. بالاضافه لكده في اداه حلوه قوي انا بحب استخدمها، جرامري. دي بتفيد في ان انت بتراجع على المقاله بتاعتك او الكلام بتاعك او التكست، ولو في اي اخطاء املائيه نحويه بتبدا الناس الحرفيه، ده قوي جدا. هي بفلوس وفي نسخه تجريبيه ببلاش، انا بستخدم اللي ببلاش وشايف ان هي بالنسبه لي كافيه وزياده. يعني برضو بقى موجوده جوه الجيميل، اللي تقدر تقول له، تدي له تكست وتقول له امبروف ات، صلحها لي، جهزها لي البرزنتيشن، اختصرها لي، طولها لي، سهلها لي، خليها كان الطفل الصغير اللي بيقراها. فدي كلها امكانيات موجوده في الاداه القويه ديت، تمام؟ الاداه دي انا مستخدمها بقى لي سنين، لكن جزء خاص بإعادة الكتابة والحاجات دي جديد. هو طبعا بيستخدم الذكاء الصناعي في إن هو يتعرف على الأخطاء وإن هو يصلحها، تمام؟ قريب قوي مش هتلاقي أي إيميل إلا وفي الذكاء الصناعي، الناس خلاص ابتدت تتعود عليها، وهيبقى حاجة أساسية خالص، سواء الأوتلوك كله هيبقى فيه نفس الأداة دي إن شاء الله. فلازم نتعود عليها، لأن محدش هيرجع تاني، هيبقى تكنولوجيا قديمة قوي إن حد يستخدم الإيميل العادي بدون ذكاء صناعي. خلاص أنا اتعودت عليه، أنا لسه هقعد أفكر